اهلا يا دكتور، ممكن نتعرف بحضرتك؟ انا دكتوره همت الحداد، استاذه الباطنه والسكر والغدد الصماء في القصر العيني جامعه القاهره. شرفتينا يا دكتور. دكتور، كان في سؤال كتير بيتراود وبنسمعه عن السكر. اول ما حد بيجيله السكر بيبتدي يقلق، هل هيفضل عايش بقى بالسكر على طول، بالادويه على طول؟ الناس بتقلق جدا لما تسمع ان هي هتستخدم الانسولين مش الاقراص في العلاج وهتفضل بالانسولين على طول، فكنا حابين نعرف من حضرتك اكتر عن الموضوع ده. اللي انت بتقوليه ده انت محقه فيه تماما، وده اللي كل يوم احنا الحقيقه بنتعرض له، بيسالوا العيانين انا جالي السكر يا دكتور، هفضل طول عمري على علاج، هيحصل لي ايه؟ لا انا لو خدت انسولين هتعود عليه وحاجات زي كده. طبعا احنا بنتكلم على السكر من النوع الثاني اللي هو بيجي في الناس الادلتس، مش الناس مش الاطفال. تمام. الاطفال ده قصه تانية خالص، مش هو ده اللي انا بجاوب عليه. لا انا عايزه افهم الناس حاجه، السكر زي ما ليه عوامل وراثيه، في اسلوب حياه بيأثر فيه في انه يحصل او يتطور. تمام. فاحنا لما بنبتدي مع العيان بمنتهى الهدوء ان احنا نديله نصلح نمط الحياه ده ونديله بعض الادويه، ممكن جدا المريض بتاعنا يتحسن جدا معانا، يبقى اقل ادويه ممكنه. حتى لو ابتدينا بانسولين، لان احنا مثلا في بعض الحالات بتجيلنا بسكر عالي قوي، فاحنا حفاظا على خلايا البنكرياس، لان السكر العالي ده ممكن يبقى مؤذي جدا لخلايا البنكرياس ويفسدها ويقلل الشغل بتاعها، الكفاءه بتاعتها بشكل كويس. فبندي انسولين مثلا فتره، بعدين ندي معاه حبوب بشكل معين. ممكن جدا العيان ده الانسولين يبقى فتره مؤقته في حياته، مش كل الحالات اللي بتاخد انسولين هتبقى ماشيه عليه على طول. حتى تتعود على الانسولين ده سؤال، الحقيقه احنا في مصر عندنا شويه حاجات، هي مش هتعود. انت يا اما البنكرياس بتاعك ما بيطلعش انسولين كافي فلازم تاخد انسولين بدرجه ما، يا اما انت محتاج انسولين عشان السكر عالي وانا عايزه احافظ على كفاءه البنكرياس، ده اللي ممكن ترجع فيه. فمش مساله ان انا خدته اتعودت عليه، لا الفكر ده مختلف والموضوع مش محبط. احنا نمط الحياه وان احنا التغذيه الصحيحه والرياضه بشكل معين بيصلح عيانين كتير جدا، وانا عندي عيانين كتير قوي 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 صلحوا واخدوا اقل علاجات ممكنه وحياتهم كويسه، ومش لازم لما يجي السكر يعني انا ادخل في مضاعفات بقى وكلام من ده. السكر ده انا بقول حاجه، ما نهربش منه، نتعامل معاه، نصاحبه، هنتغلب عليه. صح. ميرسي جدا يا دكتور على وقتك. ميرسي حبيبتي.